نال الأعزاء في الأردن والأخوة المكين إن شاء الله نكمل معكم مادة الأدرس الأساسي مادة الشرطة مادة الجنسية عشان ناخد الديزيجن معين لازم يكون عندي alternatives أخذ قراري لازم اختار حاجة ما ينفعش يكون لدي بديل واحد واختار لازم يكون عندي عدة بديل عندنا حاجة تانية استيتس اوف نيتشر استيتس اوف نيتشر زي الماركت زي الايكونوميك ديبريشن او الماركت ستيت اوف ريكفري او الماركت داون تيك يعني السوق بتاعش منخفض في حاله كسر حاله توابل وعندي البي اوف تيبل اللي هو الربح بتاعي او الربح بتاعتي المصفوفه بتاعتي البي اوف تيبل بيبقى بالشكل ده الديسيجنز بتاعتي ادي بديل واحد بديل اثنين بديل ثلاثه اختار واحده ستيت اوف نيتشر 1 ستيت اوف نيتشر 2 ستيت اوف نيتشر 3 انسو طبعا اي 1 1 يبقى المكسب بتاعي لو صادفني اخترت البديل الاول واستطفيتني الستيت اوف نيتشر 1 اي 1 2 المكسب بتاعي لو اخترت البديل الاول واستطفيتني الستيت اوف نيتشر 2 هكذا اول حاجه بنحسب الريجريت ماتريكس والريجريت ماتريكس هقول لك بتحسب دلوقتي ازاي على المثال الريجريت ماتريكس اللي مصفوفه الخساره بجيب الاكسبكتد فاليو والكلام ده احنا عارفينه من سنه ثانيه سب اكس تايمز البروبابيلتي بتاعت الاكس وبختار اكبر واحده منهم اذا كنت بحسبها على البيوف في الريجريت ماتريكس بحسب اصغر واحده على اساس ان هي نص فبنسميها اكسبكتد ماني فاليو اكسبكتد ماني فاليو اي ام في بعد كده بجيب البيرفكت انفورميشن الاكسبكتد ماني فاليو في حاله الكونديشن اوف سيرتينتي ماينس الاكسبكتد ماني فاليو في حاله الانسيرتينتي نشوف مثال مديني هنا 3 alternatives A1 A2 S3 S3 state of nature S1 S2 and S3 مديني البروبابيلتي بتاعت S1 30% او 30% البروبابيلتي بتاعت S2 50% خلي بالك المجموع بتاع البروبابيلتي لازم يبقى واحد لما دي بقى دي ب 30 ودي ب 50 تبقى دي بكام؟ يبقى واحد صحيح ماينس 30 زائد 50 اللي هي واحد ناقص 80 يديني يعني انا هنا بجيب اكبر رقم في العمود ده اللي هو كان 90 اكبر رقم في العمود الاولاني 90 يبقى كل بيانات العمود دي او ارقام العمود ناقص 90 يبقى هنا 90 ناقص 50 90 ناقص 90 90 ناقص 70 العمود الاولاني خلص نجيب العمود الثاني اكبر رقم هنا مين 70 70 ناقص 70 ناقص 40 70 ناقص 60 العمود الثالث اكبر رقم هنا مين 100 100 ناقص 100 100 ناقص 80 100 ناقص 90 وطبعا احتمال دي المتريكس الاصليه علشان اجيب البيرفكت انفورميشن هفترض ان انا في البديل الاولاني اخترت احسن حاجه يبقى هاخد مين 90 وفي البديل الثاني خدت ال 70 اللي هي احسن حاجه في البديل الثاني، في البديل الثالث خدت ال 100 اللي هي برضه احسن حاجه، يبقى انا بجيب اعلى ربح ممكن لكل عمود من اعمده الجدول، وبعدين اضربه في الاحتمال بتاعه يبقى هجيب دي 90 في 3 من 10 زائد 70 في 5 من 10 زائد 100 في 2 من 10. معلومات التم. اطرح منها الاحتمالات بتاعتي. يبقى 90 في 3 من 10 زائد 70 في 5 من 10 زائد 100 في 2 من 10 ناقص البديل الاولاني في البيوف متر كان 70 يبقى الرقم ده ناقص 70 يديني قيمه البيرفكت انفورميشن يبقى البيرفكت انفورميشن بتاعتي بتساوي كام؟ 12. في طريقه ثانيه بعتمد على الحاله النفسيه لمتخذ القرار في كرايتيريا اسمها ماكسي ماكس معناها احسن الحلوين ماكسي ميني احسن الوحشين ميني ماكس اوحش الحلوين ميني اوحش الوحشين لو انا عندي البي اوف ماتريكس بتاعتي اهي A1 A2 S3 وعندي البديل الاولاني S1 S2 انا عايز اجيب ماكسي ماكس يبقى هجيب للبديل الاولاني اكبر حاجه عنده دي هاخد منها كام 500 البديل الثاني اخد اكبر حاجه 400 البديل الثالث اخد اكبر حاجه 450 يبقى انا واخد بره هنا مين الماكسيمم فاليو 500 400 450 ماكسي ماكس اخد اكبر يبقى واخد مين ال 500 ماكسي ميني يبقى هجيب البديل الاولاني اخد اصغر حاجه 100 من هنا اصغر حاجه 200 من هنا 300 عندي 100 و200 و300 اخد احسن حاجه فيهم ماكسي ميني يبقى اخد مين ال 300 البديل اللي هو ميني ماكس اخد اكبر حاجه وبعدين اخد اقلهم يبقى هجيب ماكس الاول وبعدين ميني يبقى انا هاخد 500 400 300 اقلهم هتبقى 300 ميني ميني اخد اصغر حاجه 100 200 300 واخد اقلهم اللي هي ال 100 دي ماكسيمم والاصفر هو الماكسي ماكس ده المينيمم والاصفر هو الماكسيمم ده المصفوفه هنا عايز يعني ميني ماكس يبقى ده الاكبر وال 400 هي اصغر ده ميني ميني الاصغر واصغر لو عندي مثال زي ده وعايز يحسب
الماكسيمالي كريتيريا، الماكسي كريتيريا، وعايز يشوف البي اوف تيبل، وعايز يرسم التري دياجرام. التري دياجرام كل ده احنا عارفينه طبعا. هجيب الماكس ماكس، هجيب الماكسيمم وبعدين اختار. وعايز هنا ايه؟ ماكسيم ماكسي ماكس، يبقى هجيب الماكسيمم وبعدين اختار احسنهم. يبقى كده جبت ماكسيمم. اول صف 100 500 300، الصف الثاني 400 200 250. في الرقم ده 100 500 300 400 200 250. الصف الثالث اهو، البدائل بتاعته ايه؟ الارباع بتاعته ايه؟ الصف الرابع اهو. طب الرقم ده هعمل فيه ايه؟ هعمل الاحتمال بتاعه 1 من 10، الرقم ده احتمال 8 من 10، الرقم ده احتمال 1 من 10، وكذلك الاحتمال دي بنسميها التري دايجرام. ده التست بنك بتاعنا، اتمنى لكم التوفيق، وحاول تهتم بيه التست بنك بتاعته. تمنياتي بالتوفيق.